يعني أنا أسيب فرصة للأسئلة لو حد عنده أي أسئلة، وبعد كده يعني لو في آراء أخرى يعني. شكرا لسيدنا نقابل ديك ابنك بيزل. أهلا أهلا سيدنا، إن شاء الله تكون يافتك بخير. Thank you, Sayyidina. Thank you for your gracious words and teaching us about the creativity and the rules and the boundaries of it. Yani, if your grace will allow me, and yani, في ناس be raising their hands. If your grace will allow me, أنا بس هنادي عليهم وعشان يسألوا السؤال اللي يفتك يعني. Yeah, it's all right. Maureen ثابت. سلام يا سيدنا، تعيش وتعلمنا. يعني كلمة نيافتك مبدعة وحدها كلها جميلة، يعني ربنا يديك نعمة. سؤالي، هل ازاي عندي سؤال اقتراح، ازاي نحاول نعمل اللي نيافتك قلته ده بتطبيق عملي مع أولادنا الشباب؟ اللي يعني زي ما نيافتك عارف دلوقتي في أمريكا دلوقتي الموضوع بيه منفتح للشذوذ الجنسي والحاجات دي، وشباب كتير بيتهمنا ان احنا مش عايزين نقبل الناس دي، رغم ان احنا ما بنقولش عليهم ان احنا رافضينهم بس بنرفض الفعل نفسه. الحاجة التانية هو مجرد اقتراح، يعني ما اعرفش اذا كان ينفع تطبيقه ولا لا، بس في حاجة حلوة بيعملوها في المدارس هنا، بيعملوا زي observing day، كل مدرس بيروح لمدرس تاني في الجريد بتاعه في مدرسة تانية خالص، يتعلم من المدرس ده طريقة شرحه أو طريقة عرضه للفكرة أو شكل الفصل بتاعه. فهل ينفع إحنا في كنيسنا برضو يبقى في خدام، بس يعني الأفضل يكونوا خدام بوزيتيف، يعني يروحوا يعملوا observation لكنايس تانية بهدف التعلم؟ هو مش رايح ينقد حاجة، بس رايح يجوز أنا مريم مثلاً ما بعرفش أصلي كويس، بس هتعلم من الخادم ده طريقة صلاته، أو أتعلم من الخادم ده وسيلة إيضاح حلوة بيعملها. فهل دي فكرة يعني ينفع تطبيقها ولا لا؟ شكرا سيدنا، يديك الصحة. شكرا. أنا بس عندي يعني تعليق، وبعد كده يعني أطلب من سيدنا أنبا يوسف يعلق على الجزء الثاني. يعني أفتكر أنه الكنيسة القبطية مبنية على فكرة التلمذة. التلمذة يعني أنا بشوف حد وبتعلم منه، والتلمذة مش بس كلمات وشرح لكنها حياة. فالتعلم هو عملية حياة مربوطة يعني الخبرة الحياتية والمعاشرة الإنسانية العامة يعني. فبالتالي ما ينفعش ان انا بس مجرد انها تكون عبارة عن مجموعة كلمات او مجموعة يعني activities. فبالتالي هنا يعني عشنا بالتلمذة، واللي تعلمناه اكتر هو من خلال التلمذة، مش من خلال يعني القراءة بس. يعني القراءة مهمة، لكن ان احنا نشوف إنسان بيعيش وبيتصرف وحياته إزاي، ده مهم جدا. أما بقى فكرة إنه مدرس مدارس قال أحد يروح كنايس ثانية يتفرج أو يشوف ده، فأنا ببعت السؤال لنيافة الأنبا يوسف يقدر يعلق فيه، لأنه ده هو أقدر على ده في الظروف اللي أنتوا فيها يعني. لا، العفو سيدنا، احنا كلنا ولاد نيافتك، وزي ما نيافتك قلت التلمذة هي الأساس بتاع الخدمة بتاعتنا. يعني أنا ممكن بشوف خادم حتى معايا في نفس الكنيسة بيخدم في فصل تاني، وبشوف هو اللي بيقدر يتعامل معاه مع ولاده أحيانا في المؤتمرات، أو أحيانا لو كنائس قريبة من بعض، لما يكون مدينة فيها كنائس ممكن مثلا في اجتماع الخدام المشترك ما بين الكنائس المنطقة أو اجتماع الشباب المشترك، بيبقى في تبادل بين الخدام وبنتعلم من بعض وكده يعني. وده مش حتى على مستوى الخدام، ده على مستوى مثلا الكهنة والأسقفة. يعني مثلا أنا لما باجي بزور نيافتك وبشوف الخدمات اللي عند نيافتك وروح نيافتك، بتعلم وباخد خبرة وباخد دين مني، وببتدي أطبق عندنا حاجات في الإبرشية.
قيل عن القديس الأنبا أنطونيوس إن هو كان زي النحلة كده، يروح على الآباء وياخد من كل واحد فضيلة، ياخد من كل واحد يتعلم منه شيء جميل يعني. هي بس لازم يكون أنا عندي روح التعلم وروح التلمذة زي ما نيافتك قلت لنا، لأن أنا ممكن مثلا نقول طيب خلاص الكلاس ده هيزور الكلاس ده في الكنيسة دي، وبعد كده زي ما الأخت مورين قالت أنا أروح وانتقد وإيه اللي بيعملوه ده وده غلط، وأرجع بفكر إدانة أكتر من فكر تعلم. لكن لما يكون الواحد عنده من جوه روح التلمذة والتواضع، وإن هو بيأوبزيرف حواليه وبيتعلم، ده بيتعلم مش كتاب قال انظر إلى النملة أيها الكسلان، بيتعلم حتى من الخليقة. ربنا خلى يونان يتعلم من اليقطينة ومن الحوت ومن الستورم اللي حصلت ومن الويند. الإنسان اللي عنده روح التعلم هيتعلم من كل حاجة محيطة بيه. سيد نفسك بتعلمنا وأبونا كلنا سيد. كلك بركة سيد. يتهيألي في الجزء الأولاني يا سيدنا اللي هي كانت بتسأل فيه بخصوص المجتمع المنفتح هنا، زي مثلا الهوموسيكشواليتي، المروانة، الدراجز، الترانسجندرزم. يعني للأسف سيدنا في كتير من ولادنا ويمكن بعض الخدام يعني ابتدوا يقولوا اه انا مش كده، بس احنا ايه الغلط في ان احنا ندافع عن حقوقهم وندافع عن يعني حقهم ان هم يعيشوا ويتجوزوا الى اخره يعني. وأحيانا بيهاجموا الروح بتاعة الكنيسة ويقولوا إن إحنا هستخدم بقى الدايجرام بتاع نيافتك، إن إحنا بوست كونسرفتيف أند ريجيد، علشان مش قادرين نقبل. طبعا زي ما مورين قالت إحنا بنقبل كل الناس، هو أنا مين عشان أرفض حد؟ كلنا خليقة الله، لكن بنرفض الخطية. فمش عارف إيه تعليق نيافتك على الجزء ده، وإزاي نقدر نتعايش مع مجتمع منفتح من غير ضوابط. سيدنا يعني أعتقد أن احنا في البوست مودرنتي عندنا تشالنج كبير جدا في تثبيت المبادئ الكتابية، وبالتالي أنا محتاجة يعني مناقشات أكتر وأكتر وأكتر، لأنه كتير من الأوقات ولادنا بياخدوا صورة يعني الصورة الهجومية باعتبار ان احنا عندنا يعني ستاند معين، فبالتالي احنا محتاجين ان احنا يعني نشوف فكرة الاحتضان فكرة أساسية، وفكرة المناقشة دايما معاهم. فيمكن دي هتاخد مننا مجهود شوية، لكن لما احنا بنحط بس ستيتمنت بدون مناقشة شخصية بتكون الدنيا يعني أصعب في قبولها. فأعتقد أن احنا محتاجين الحاجتين، فكرة الاحتضان العملي والمناقشة الدايمة. وكتير من الأوقات لما باخد واحد يعني من النوع ده متشدد قوي، جايز هو مش ما عندوش نفس المشكلة بتاع الهوموسيكشواليتي مثلا أو whatever، لكن هو يعني أكتيفيست عنده فكرة حقوق الإنسان. فبالتالي أنا لما باخده بيني وبينه وبفهمها له بالراحة، هو نفسه يعني بيقتنع وبقدر أكسبه. ودي يعني من خبرتي الشخصية، إن كتير من الأوقات كان بعض الأصدقائنا أو أولادنا اللي كان عندهم يعني موقف متشدد من الكنيسة، ولما يعني قعدنا معاهم جلسات فردية فيها نوع من إظهار المحبة والتعاطف، أعتقد إن هم يعني اتغيرت صورتهم عن الكنيسة، وأصبحوا يعني هم نفسهم بيدافعوا عن الستاند بتاع الكنيسة. فبالتالي احنا محتاجين فكرة الاحتضان والجلسات الفردية، وفي نفس الوقت المناقشة أكتر وأكتر. لكن يعني مجرد statement ده بنعملها يعني للإعلام، للأوفيشال ستاند، لكن مع يعني محتاجين يحصل ديالوج جامد بيننا وبينهم، لأنه هم بيعانوا. وفي نفس الوقت احنا بنشوف أنه في المجتمع بيدوهم يعني كلمات مقنعة
وصورة مقنعة. فإزاي يعني إحنا ما نقدرش نكون عندنا هذا الإقناع؟ تاني محتاجين إحنا ناخد برضو وقت أطول، لأن دي مشكلة البوست مودرنتي. لما هنبص نواجه كل يوم إنه الإنسان هو نفسه أصبح هو الإله بتاع نفسه، فأصبح بيرفض القوانين اللي فيه إله بيحطها له، فبالتالي هنا ده وهتزداد، لأن احنا داخلين في ازدياد في هذه المرحلة. فهو عايز يحط القوانين اللي بتتفق مع نفسه وإله نفسه، وهو الإنسان أصبح إله نفسه، فبالتالي هيرفض كل القوانين اللي موجودة دي. فاحنا مش هنحط بقى تكست وبيقول كذا، لكن بنحط روح الله اللي بيقول كذا، وده اللي نقدر نتفاهم فيه مع أولادنا. يعني أعتقد ده يمكن محاولة. شكرا سيد. وتسابونا كراس. قبل هذا يا سيدنا أشكر نيافتك خالص على الكلمة والانفتاح، ولابد أن يكون لي أصول كتابية وكذا. نيافتك كان عندي سؤال، أنه في بعض الخدمات في كنيسنا ستيل، هرجع للتشارت بتاع نيافتك، ستيل في السي آر conservative region، بكلم عن طريقة البرزنتيشن، طريقة تقديم المسيح للناس كده. ازاي نقدر نتعامل مع الخدام دول ونحاول نوديهم للكوارتر الثاني اللي هو بتاع conservative open؟ طبعا برضو على الأصول الكتابية اللي احنا متفقين انه anyway هتبع على الاكسس بتاع conservative. يعني لو خدنا المثل بتاع بطرس الرسول في أصحاح 11 أعمال 11، هو حب يثبت لهم الأول أنه زيهم، أنه ما بيتعداش الكتاب. يعني لما اتخانقوا معاه على أنك دخلت رجال غلف وأكلت معاهم، فابتدى يشرح لهم بالتتابع، وإزاي أنه هو لما شاف حتى الملاية وسمع الصوت قال له لا يا رب أنا لم أكل قط نجس أو دنس، يعني أنا كنت زيك. فهو يعني أنك تروح الناحية التانية وتقول له بص أنا معاك، بس بص على الناحية التانية. يعني بدل ما أقول له بص لي، أنا هروح له وأقول له أنا معاك بس بص على النقطة دي معاك. فبالتالي أنا فكرة أن أنا بطمنه الأول انه انا مش بكسر قانون، انا مش بكسر اصول كتابيه، علشان يطمن انه احنا مش متساهلين او مهملين كلمه الله، بل بالعكس انا بحط له كلمه الله اولا، بحط روح الله في الحياه، بحط الخبره الايمانيه. فبالتالي لما بجيب له خبره ايمانيه كنسية وكلمة الله الاثنين مع بعض، وبقول له من هنا نقدر نغير، حط له مثل. فعشان كده يعني محتاجين ان احنا من خلال كلمة الله نحط الأمثلة اللي فيها احتفظوا رجال الله القديسين بكلمة الله وانفتحوا على مجتمعات. يعني مش هنقدر نقول ان بولس الرسول يعني رغم تشدده في الاول، الا انه في كتير من الاوقات استخدم صورة الانفتاح. يعني في مرة يبعت تيموثاوس الى اورشليم فيختانه، ياخده يختانه قبل ما يروح، وفي مرة تانية يبعت بقى تيتوس لليونانيين فما يختنوش يتفضل. يعني هنا يعني وهل هي صورة الختان هي الكتاب، ولا كان إعلان للانتماء لشعب الله وأصبحت المعمودية هي صورة الانتماء؟ فإدراكنا للمعنى العميق لكلمة الله والصورة
الظاهرية اللي من خلالها بأظهر هذا الانتماء العميق بتختلف. يعني في العهد القديم كان علامة الانتماء لشعب الله هو الختان، طب بس في العهد الجديد المعمودية هي العلامة للانتماء لشعب الله. فبالتالي أنا لازم أفهم العمق. فبالتالي لو أنا أخذت هذا الإنسان اللي واقع في ما بين يعني الكونسيرفاتيزم والريجيديتي وحطيته في صورة الانتماء العميق، ينزل للعمق شوية ويعرف ما هي أبعاد ليه ربنا طلب من شعب الله يعمله كده، هتبص تلاقيه يتغير وياخد الصورة المنفتحة أكثر وأكثر. وبالتالي هنا احنا بنقول انه بنحتفظ بالجذور وبنفتح دراعاتنا للجميع. اعتقد دي بتقدر تخلينا ناخده للناحية التانية. شكرا. ابونا بنجامين. قبل ايدي سيدنا المطانية، thank you very much يعني انك نيافتك اخذت يعني الوقت من وقت نيافتك لتحضر وتدينا الكلمة و, it's really wonderful. في كوت انا يعني بؤمن به انه هو بيقول هنا انه a little bit of knowledge is very dangerous. A little bit of knowledge is very dangerous. I think بتالي يعني كلنا متفقين جدا في حكاية انه الواحد يوفق ما بين الأصول والجذور زائد الـ openness مع بعض. اللي أنا بلاحظه أنه حين بيحصل فيه اختلافات كتيرة وأحيانًا خناقات في أنه ما هو يعتبر أصول أو جذور، وفي حاجات تانية بتبقى هي أصلاً مش أصول أو جذور لكن الناس بيبصلها كأصول أو جذور فبيبقى فيه rigidity يعني وبيمسكوا فيها. فمش عارف حل الحكاية دي إزاي، يعني إزاي الواحد to reconcile يوفق ما بين أجاسي ما هي اللي تعتبر أصول وجذور وإيه الحاجات التانية اللي هي تعتبر مش شرط أنها تكون أصول وجذور. Thank you. حليل أبونا، ده يعني طبعا إحنا عندنا شوية نقط أساسية في الكتاب. يعني كلمة الله أساسية، يعني كل الكتاب موحى به من الله. طبعا عشان كلمة الله لابد أن أنا أشوف تفسير كلمة الله، كيف فهم الآباء كلمة الله. فيعني interpretation مختلف، لكن في عندنا آباء الكنيسة الكبار فهموا كلمة الله بطريقة معينة. بالتالي هنا الكلمة وفهم الكلمة، وبعدين الفهم ده اتطبق في يعني أصول كنسية راسخة، يعني أسرار الكنيسة واضحة. فبالتالي أسرار الكنيسة دي بناخدها كنوع من الأساس أيضا. ويعني إزاي بقى ببحث في تقليد الكنيسة، التقليد المستقر مش التقليد اللي هو مربوط بالمجتمعات. يعني مش هقدر أخد تقليد عرقي وأقول إن ده تقليد كنيسة. فإحنا يعني ملتزمين بالتقليد المربوط بالمسيح وأسرار الكنيسة، لكن مش هقدر أقول إن التقليد العرقية اللي ممكن تختلف من كالشر لكالشر هو ده الأساس. وبالتالي أنا فأنا عندي كلمة الله، أباء الكنيسة الأولين وكتير أباء الكنيسة اللي هم مرتبطين أساساً بالكنيسة العامة. يعني بنلاقي في أباء كنيسة من إسكندرية، أباء كنيسة من أنطاكيا، أباء كنيسة من قسطنطينية، أباء كنيسة من روما، أباء كنيسة من بلاد مختلفة. يعني قبل الإسكيزم كان عندنا أباء كنيسة من كل مكان، يعني عندنا يعني من الغرب ومن الشرق أباء كنيسة فسروا كلمة الله بطريقة روحية. وبالتالي أنا محتاجين نشوف بقى الخبرة الإيمانية المعاشة في المجتمع الكنسي. يعني ممكن يكون أسرار الكنيسة بس في عندنا خبرة إيمانية. الخبرة الإيمانية دي ده يعني هو التطبيق العملي للحياة الكنسية. لما بشوف إنه في مجتمع عاش حياة كنسية معينة
وخبرة إيمانية. يعني مثلا هقدر أقول إنه نقل جبل المقطم خبرة إيمانية عاشتها مصر. مش بالضرورة الخبرة الإيمانية دي عاشتها مثلا أنطاكيا أو قسطنطينية أو أمريكا، لكن عاشتها مصر. بس الخبرة الإيمانية دي خبرة إيمانية نافعة للكل، فبالتالي هقدر استفيد منها. لكن الخبرة الإيمانية مش بالضرورة تكون بتفاصيلها، لكن تكون بروحها. يعني هقول إن الخبرة الإيمانية في نقل جبل المقطم كانت خبرة إيمانية في الثقة بالله، فبالتالي أنا بقدر أنقلها. فما أقدرش أقول إن دي مش أصول كنسية، دي أصول حياة كنسية معاشة. فما أقدرش أقولها لك بالكلمة، ده أنا هقولها لك بالحياة نفسها، حياة. فبالتالي هنا يعني نحتاج إن إحنا نقدم المسيح بالكيان، يعني إدراكنا للمسيح بالكيان مختلف تماماً عن إدراكنا للمسيح بالعقل أو بالثقافة أو بالأكتيفيتيز، بالمشروعات والحاجات مختلفة، أو بالكلمة. كيان معاش هو خبرة إيمانية. يعني عشان كده احنا محتاجين لما نيجي بننقل الكنيسة، بننقل الخبرة الإيمانية، بننقلها بالكيان. عشان كده كانت خدمة الرسل خدمة قوية جدا. يعني أقول يعني إزاي إن 12 واحد عرفوا يفتنوا المسكونة كلها؟ طب ما احنا ملايين المسيحيين، ملايين الخدام، طب احنا مش قادرين نغير الناس ليه؟ لأن هم كان عندهم خبرة إيمانية نقلوها بمشاعرها، بإيمانياتها، بحياتها، فأثروا في الناس. احنا محتاجين ننقل الخبرة الإيمانية، مش بس كلمات آخرين. أنا لما أقول هذه الخبرة بتاعتي، أنا عشتها وحست، وأنا بتكلمها بقول فعلا ده هو إيماني، بثق فيه. يعني أنا بصراحة يعني لما بيجي بقول نقل جبل المقطم، أنا ما عشتش جبل المقطم، بس عشت خبرات إيمانية أخرى مشابهة، فبالتالي هقدر أفهمها. كل واحد مننا في حياته عاش نفس الحاجة، فبالتالي أربط القديم بالجديد، أربط الخبرة الإيمانية العامة بالخبرة الإيمانية الخاصة، هتلاقي الدنيا قربت من ناحية الناس شوي. شكرا يا بون. What's up, Angelos? Black said. شكرا خاص سيدنا، يعني انا اسعد واحد اسمع صوتك يعني النهارده سيدنا. شكرا يا ابونا، ازيك؟ ازاي نفسك سيدنا؟ ربنا يخليك سيدنا طول عمرك. الحقيقه كان سؤالي اكشلي مشابه خالص لسؤال ابونا بنجامين، يعني لكن ممكن يعني اكمل عليه جزء ثاني. انا كنت عارف ان نيافتك كان في حلم كده ان احنا نيافتك نعمل كود لايمان الكنيسه والتعاليم الكنيسة. يعني في ظل الانفتاح اللي احنا فيه، وفي ظل التعاليم اللي منتشرة ويعني مالية كل الدنيا، وفي ظل حالة الرغبة في التحرر، مش بس الانفتاح، وفي وجود زي يعني ما اتكلمنا الاتهام المباشر للريجيديتي بتاعت الروتس بتاعت التأصل، الهيصة دي هل تحتم علينا ان احنا يكون عندنا يعني مش عايز اقول دليل بس الكود، نفتك دايما تقول لنا الكود زمان، في كود لينا، سواء كود لينا في الكنيسة، كود لينا في الإبرشية، كود لينا في الخدمة، اللي كلنا بننهل منه او بناخد منه، وبالتالي بيبقى ده المنطقة السيف اللي لما بنبدع من خلالها او في اطارها. انا عارف نيافتك قلت الخبره الروحيه وروح الله وكلمه الله والكنيسه، لكن at the same time في ظل اللي احنا فيه دلوقتي الحكايه بقت منفتحه بشكل صعب جدا يعني. وشكرا سيد. افتكر انه مهم قوي ان احنا كل واحد مننا يبقى عنده personal code،
أنا اتكلمت يمكن عشان أبونا سمع مني اتكلمت على البيرسونال كود ده أكتر من مرة. البيرسونال كود ده أنا بحط يعني شوية فصول لكل لشخصي. أولا بحط أولا فكرة الرؤية، إيه هي رؤيتك في الحياة، بحط فصل فيه عن الهوية، إيه هويتك في الحياة، وبعدين بحط المبادئ أو المعتقدات اللي بتؤمن بيها. فالمعتقدات دي هي عبارة عن معتقدات لاهوتية لكن أيضا معتقدات أدبية بنعيش بيها، زائد المعتقدات في الخبرة الحياتية. ده كله بيكون لك كود شخصي بيتفق مع كلمة الله، لكن محتاجين يبقى الإنسان بيقدم نفسه بثقة مش بصورة تشددية، لكن هو ده كياني وهذا الكيان أنا بحترمه وبحبه. المجتمعات لما بتشوف الإنسان واثق من هذا الكيان بصورة فيها انتجريتي، فيها نزاهة، مشكلتنا أنه احنا ممكن نتكلم لكن الانتجريتي اللي جوانا مش هي الاساس. يعني محتاجين نشوف انه لما اقول كلمة اوعظ بيها هي دي اللي انا بعيشها بكيان، مش بقولها وبس، فالناس يشوفوا فبالتالي بيتأثروا، الناس يتأثروا من الكيان اكتر ما بيتأثروا بالكلمات. وبالتالي هنا البيرسونال كود ده personal code معاش بينتقل من فرد لفرد، فبالتالي بيكون personal code في مجتمع بقى، فبيتحول من personal يتحول لsocial code. بس السوشيال كود هنا احنا الكنيسة مش مجتمع عام، الكنيسة أساسا هي جسد المسيح، فبالتالي جسد المسيح له هوية خاصة، هذه الهوية هي المسيح نفسه لأنه المسيح الرأس. فبالتالي هنا علاقتنا بالمسيح الكيانية هي الأساس، وبالتالي هو اللي بيحدد في داخلنا كيفية التصرف، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. وبالتالي هنا دي الصورة الحياتية في البيرسونال كود. شكرا لأبونا، مبسوط نشوفك. Thank you سيدنا، ربنا يخلينا نفتك لينا. ده Thank you سيدنا. I just want to make a comment. يعني if your grace will allow me. يعني when your grace is speaking, some people know how to say الحان while smiling. Your grace knows how to give a waza while smiling. يعني it's one of the features that I see in your grace. That whenever I see your grace, you're smiling. So may God keep your grace for us. Thank you so much سيدنا. I'm very happy to see you. And please pray for me. And I was very happy for this hour that we spent together. احنا من كل شكرا سيدنا، بنشكر نفسك سيدنا من كل قلوبنا، كلنا استمتعنا. بس نفسك اللي قلته لنا ده سهل ممتنع، يعني الكلام سهل بس التطبيق يعني السؤال الاخير اللي سأله ابونا بنيامين وابونا انجيلوس من الاسئله او التحديات الصعبه اللي هي يعني بتقابلنا كل يوم في الخدمة. يعني أنا مش عايز أدخل في موضوعات وأفتح موضوعات، لكن التطبيق بتاعها definitely مش سهل، لكن بقيادة روح ربنا وصلاة نيافتك يعني ربنا يرشدنا. لكن هو فعلا الأصول والتطبيق يعني محتاجة قيادة، زي من يفتك قلت كده الـ 12 رسول، محتاجة قيادة قوية من الروح القدس، لأن الكلام سهل ولكن التطبيق بتاعه أحيانا فيه تحديات كتيرة يعني صعبة جدا جدا يعني. لكن صلوات نيافتك وإرشادك يخلي الأمور تبقى أسهل من كده. صلواتك سيدنا كله، يعني الذين أنقذونا بروح الله فهم أبناء الله. بالتالي أنا سيدنا يعني نيافتك برضو
بتقود شعب كبير بروح الله مالي كيانك ومالي حياتك، وبنشوف ده في كل عمل وبنفرح بيه. يعني لما بنشوف نيافتك بنفرح، يعني فرحة كبيرة نشوفك ونطمن عليكم دايما. وصلولنا صلولنا كتير، ويعني صلولنا واتباركنا سيدنا. نيافتك اختم لنا سيد، اختم لنا بالصلاة. تفضل سيدي، يعني اختم لنا بقى بالصلاة يعني. لا لا ما النهارده احنا واخدين بركة. تفضل سيدي. تفضل. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكرك إلهنا الصالح والقدوس على هذه كلمات النعمة اللي ملأت بها قلوبنا. اجعلنا يا رب سامعين عاملين للكلمة. ذلل يا رب كل العقبات، اجعلنا ممتلئين بروحك القدوس لكي ما نستطيع فعلا ان احنا نكون مبدعين وخلاقين في الخدمة دون ان نضحي بأساسيات ومبادئ إيماننا المستقيم. استجبنا بشفاعة أمنا العذراء شهيد ماري مرقص وكل الآباء القديسين وطلبات أبائي نيافة الأنبا توماس، نيافة الأنبا بيزا، الأنبا جريجوري. استجبنا رب، لنقول بالشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يا تمام. باركتنا وشرفتنا ونورتنا يا سيدنا. حللنا وصللنا سيدنا، ونشوف نيافتك دايما بالخير. أي سيدنا، حللنا سيدنا. فمك الحل، حللنا سيدنا. حللنا سيدنا. سلام سلام.